صور موقعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المصورة من حلقاتنا التي نبث لكم من الواقع. اليوم كتكون هذه هي الحلقة الثالثة بخصوص المشاكل اللي كيتعرضوا لها المواطنين، كتكون كثيرة، لذا كنضطر أننا ندير الحلقات المتتابعة. معنا سعيد الدبي القضميري ومعنا رشيد رؤوف. رشيد رؤوف يعتبر الذراع الأيمن لسعيد الدبي القضميري، وكي تسمى أنه ابنه لأنه مربيه وكبر معاه وعيش معاه. الدبي القضميري كيسكن في نواحي بن سليمان، عنده واحد الأرض المساحة ديالها 175 هكتار، كانت وقعت شي مشاكل مؤخرا، وعلى ضوء دوك المشاكل كاينه مستجدات، وعلى ضوء المستجدات استضفناهم اليوم باش نعرفوا ما هي المستجدات وما هي المطالب ديالهم والمشاكل ديالهم اللي كيتخبطوا فيها مع بعض الناس اللي ما كيلتزموش بقرارات الدولة كما جا في العنوان ديال الشريط. سي سعيد دب القدميري، بك غادي نبدا. تفضل سي سعيد، اشنو غتقول لنا اليوم في هذه الحلقه ديالنا من حلقاتنا المصوره التي نبث من الواقع كما نقول دائما. مرحبا بك من برحايه المغربيه. السلام عليكم. الله يبارك. الصوت الله يبارك فيك. تفضل سي سعيد، تفضل. انت تشوف الحال اللي كان داز الاول، الشريط الاول والثاني، ولا باقي في هذا النزاع بين وبين السلطه اللي داروا معايا. واليوم معايا السيد رشيد رؤوف، صديق ديالي ومعاشر ديالي وعطيه الوكاله ديالي، هو اللي غادي ينوب عليا بصفتي انا ولد بالقدميري مع السيد رشيد رؤوف. يعني رشيد هو اللي غادي يتفوض بالكلام. نعم. رشيد دارس الموضوع كلشي. تفضل السي رشيد. بسم الله توكلنا على الله. تفضل تفضل اخاي رشيد. كنا درنا واحد شريط فيديو قبل بالهجوم ديال العم سعيد دبي القضميري، هجوم عمه اللي هو سميتو ابراهيم دبي القضميري، وولدو اللي كان كينتحل صفه ديال جنرال، وكينتحل كيقول بانه راه النائب الاول ديال السياسي المنصوري ديال قسم الدراسات والمستندات، ومستقل النفوذ، هو موظف غير بوزاره الخارجيه، موظف عادي في وزارة الخارجية. المهم عندنا غرض، كنا من بعد الوقائع الضغوطات اللي كانوا ضغطوا علينا الوكيل ديال بن سليمان مع الدرك الملكي ديال جمعة فضالات اللي كان لجودان الصالحي الله حيد من تما، سمعنا بأن الجماعة دارت كاريان، بدات كتهز تراب، بغات دير كاريان في هاد الارض نفسها اللي هي تيتر فرنسي ديال 1060 سي الكائن بجماعة موالي الواد اقليم بن سليمان. مشينا باش نستفتروهم، قلنا لهم ودي خرجنا بعدا مفوض قضائي بطلب منا عين الحالة، شافوه كيصور داكشي الماتريال بدا كيهرب، الماتريال ديال 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 وزارة التجهيز، لأن عارفين روسهم ما عندهمش ترخيص، مشاو هربوا ملي شافونا كنصورو فيهم. ملي مشى الخبير لهداك مفوض قضائي مشى بحالاته، عودنا عندهم من اليوم وبدا هادشي اللي كديروا فيه راه غير معقول. بقاو شي كاميوات لتحت، وبقى الشاف كيتسنى في الشيافر اللي غادي يجي ويسوقوا ليه الكاميوات، والتراكس بقات واحده ليا في الحفره. وهاد التصاور ديال المقلع اللي عشوائي اللي داروه بدون ترخيص، ها هما اللي في الارض موضوع رصن عقاري 1060 الكائن بجماعه موالي الواد اقليم بن سليمان. ياك ها الصور، جاو كيهزو في التراب، كيهزو في التراب.
جيتو الشراشيد قلت لهم حتى الخبره ديال الخبير قلت لهم عطيونا الترخيص ما عندهمش ترخيص ما عندهمش هربوا هذه خبره ومعاينه ديال خبير مفوض قضائي ماشي مفوض قضائي هكذا مزيان كملوا السادي هذه هي ديال هذه ديال 1060 كي خديناها على جوج المراحل شكون اللي كاين في المحل واشنو واقع في المحل هذه الخبره فيها شكون اللي كاين حاليا في المحل واشنو واقع في هذا المحل هي هذه على الوثائق الاخرين ديالها وفعلا صور تراب كيتهز ها هو ها الطابع ديالو هو كل شيء وكيهزو في التراب بدون ترخيص دابا شكون هادو كيهزو في التراب الجماعه مع الماتريال ديال وزاره التجهيز حسن عكاشه بالاذن كيف كل شيء كيقول لهم حسن عكاشه هو اللي عاطيهم كيقول لهم هزوا التراب لانه كيستغلوه شي حاجه كيصوبوا بها تما القبيله وشي حاجه كتباع كتمشي لشركات بريفي كياخذوا كيبيعوا التراب وكيضربوه لجوهم الماتريال ديال وزاره التجهيز راه خدام في نفس الوقت كيصاوب الطريق وفي نفس الوقت التراب كيمشي لجهه اخرى حنا ملي ما عندنا غرض مشينا طلعنا ملي قال لي هذاك الشاف قال لي راه عندك الحق قلت لي واش عطاوك شي ترخيص ولا شي ورقه قال لي ما كاين والو انا راه بغيت كنتسنى عير اللي يقول لي سير بحالك رانا شام الريحه بان الناس خدامين غير قانونيين قلت له دابا انا كنقول لك الا بغيتي السلامه وبغيتي تسلم انت مولا وليدات سير خلي هاد الشيء هاد التراب الا وراوك شي وثيقه ولا شي رخصه جي تخدم ما وراك لا وثيقه لا والو سير قال لي صافي انا غنمشي بحال مشى هاد الناس كانوا دايرين لينا مكيده اللي هو عم هذا كيتواطئ مع السلطه مع الوكيل ومع القايد مع العامل مع رئيس الدائره مع كل شيء الاقليم كامل مورط في هاد الفيرما تورطوا مورطين انا غادي نوريك انا كندوي بوثائق ودلائل اللي هي مزوره عندي وثائق مزوره وخارجه من العماله ديال اقليم بن سليمان ومسيني فيها رئيس الدائره بالنيابه على العامل لان اللي كيتراس اللجنه الاقليميه هو العامل لكن عندي وثائق مسيني فيها القيد ومسيني فيها رئيس الدائره انا غادي نوريها من بعد ما نوصلوا لها في الحديد ديالنا مرحبا استاذي مرحبا وحتى الاملاك المخزنيه مورطه في هذا الشيء دابا الاملاك المخزنيه مدوات ما دارت والو لا على التراب ولا حتى حاجه لان الحفره ديجا كانت هذه الحفره قديمه كانوا موالفين كيهزوا فيها التراب وكان جا حبسهم سعيد ومشاو بحالهم وخلاو ملي دازت ايامات كيشوفوا فين ما يلقاو الغفله كيبغيو يجيو يخونوا التراب هاد المره ولاو باغيين يجيو يهزوا التراب صحة ملي كدوي معاهم كيقول لك شكون انت انا جاي كيفاش حنا بعد ما وقع لينا الصدامات مع عم سعيد اللي هو الحاج ابراهيم كيحمل نفس الكنيه الدبي القدميري ابراهيم والدبي القدميري محمد اللي ولد ابراهيم وهو موظف بوزاره الخارجيه اللي هو هذا غادي نرجعوا لهاد الصوره من بعد كان عندنا معاهم نزاع جا ترامى على هاد الفيرما بغى يترامى عليها جاب ليها عصابه استوطنوا تما راه قلنا هادشي في الفيديو وكان الوكيل ديال بن سليمان كيضغط على الناس وكيهينهم من قبل بعد ما هانهم وعندنا اشهادات عليه شاهدين فيه الناس ها هما كان دارنا حنا موضع مذكره بحث عنده في هذاك النزاع الاول اللي جا الحاج ابراهيم وجاب العصابه وما استطاعش الوكيل بالجدرميه لان حمانا الدوار منه شد ليا جوج ديال الناس اللي خدامين مع سعيد قدموهم
واحد اللي خدام مع سعيد وجوج جوج خدامين مع سعيد وواحد واحد رئيس عضو في الجماعه. بعد ما تقدموا عند الوكيل غراهم ولا كيقول لهم دعيو سعيد. ثم علاش كتعاونوا في سعيد؟ علاش خدامين مع سعيد؟ خليو ليه المحل ديالو وسيروا بحالاتكم، ما بغيتوش غنصيفطكم للحبس. بغيتوا تخويو المحل دابا هاد الوكيل ولا باغي ياخذ تنفيذ ديال الحكم من المحكمه؟ هو خصو يستمع ويشوف من دقيقة الطرف. دقيقه جوش. دقيقه جمال السباعي، انا غنعطيك الرقم ديالي وانت غتتصل بينا على هذا الرقم، لانني انا هذا لانني التليفون اللي فيه المكالمه. سامحني قاطعتك رشيد رؤوف. رؤوف، حتى الوقت اللي كنا مقررينه غادي نخرجوا على السيطره ديال الوقت وداكشي، ما غاديش نبقاو ملتزمين بداك الوقت اللي قلنا. واللي عنده شي تنوير بحال جمال السباعي، انا غنعطيك النمره ديالي وغتصل بيا في هذه النمره وغنحاول ندرجك في البرنامج دابا. وقول المشكل اللي عندك. دقيقه، النمره الجديده هي 06، هاك اللي بغى يتصل بينا ها الرقم 06 37 40 84 22، 06 37 40 84 22. مرحبا بالاتصالات ديالكم في اطار الموضوع اللي كنهضروا عليه هو الاراضي. الموضوع ما يخرجش على اطار الاراضي. اللي عنده مشكل في اطار الاراضي يتصل بينا. اللي عنده سؤال الاخ رشيد غنضطروا نجاوبوا عليه حتى الاسئله ديال المشاهدين. نعم. ياك كمل اخويا رشيد، يلا نكمل من الهضره اللي قلت. كمل هادشي اللي كنا كنتكلموا عليه دابا، فين حبستك؟ وسامحني يلا. دابا الوكيل ملي تشد الناس، المهم ها هما شحال من واحد، سيد بشعيب الوزيف، سيد سموري عبد اللطيف، وبطلان رشيد، يعني جوج خدامين مع سعيد وواحد عضو في الجماعه. عضو هذا العضو غير جا بغى يدير الخير، صدقوا معتقلينو عاد جد الدارك كنا ذكرناه في الفيديو الاول. المهم على ايين هاد الناس ملي دخلوا عند الوكيل كيسحبوا النزاهه كاينه، فكيتفاجئوا الوكيل اللي هو عامر محمد كيقول لهم، قال الحاج ابراهيم عنده في المكتب وهما معاهم حتى هو مع هاد الناس، كيقول لهم ها انتم اش بغيتوا انتم تعاونوا هاد سعيد ولا تخدموا معاه؟ سمحوا في المحل والحاج ابراهيم يعطيكم اللي بغيتوا ديال الفلوس ويسول لكم الوضعيه ديالكم ويدير. يعني هاد الوكيل ولا باغي يسمصر الحاج ابراهيم بالعربيه. هاد الناس راه غراهم بالفلوس بزاف. هاد الحاج ابراهيم الدبي القدميري، حنا كنستنجدوا بسيدنا، سيدنا اللي عطى الامر ديالو الله ينصرو لينا ويخلي لهاد المملكه السعيده ويخلي المواطنين كاملين المغاربه. حنا تعرضنا بزاف ديال التعسفات وبزاف ديال الخروقات مع الناس ديال السلطه، وكيتبين لينا نهار من النهار كيتبين لينا واحد من العصابه. هاد العصابه اللي هما منهم العامل، منهم رئيس الدائره، منهم القائد، هو منهم على اي. نكملوا الموضوع ديالنا. هاد الناس اللي هما كانوا هجموا على سعيد النهار الاول، ها الصوره ديالهم، ها هي كما كتشوفوا. هذا اللي الفوق هنايا مشى جاب سيرتيفيكات ضدنا ديال 30 يوم. دوز شويه. ها هو اللي سميتو عبد المجيد بن عمر. هذا عبد المجيد بن عمر، ها هو كيبان مزيان. كيبان مزيان. عبد المجيد بن عمر ها هو كينقص الحيط، عنده السيرتيفيكات ديال 30 يوم. ما فهمتش انا هاد السيرتيفيكات ديال 30 يوم كيفاش جابوها بالفلوس. حنا ديك الساعة مراد وطيحين وضربونا وهانونا ومشينا للسبيطار، جنا السيرتيفيكات ديالنا. وملي مشينا درنا الشكاية محامي، ما بغاش يقبلها منا الوكيل اصلا، وقال لي سير جيب لي هذوك الشفاره كما ذكرنا في الفيديو الاول. ها السيرتيفيكات ديالنا حنايا، ها هي ديالي انا فيها 24 يوم كما كتشوفوها هي، وهذه ديال سعيد الدبي القدميري فيها 22 يوم، وهاد التصاور اللي بداتنا لابيلانس انا وسعيد، ها هما هزتنا لابيلانس من المحل بعد ما هاد ضربونا وقالنا غنديروا لكم تهمه. تعتقل فيهم هما شي واحد هادوك اللي طالع لكم الدار دابا؟ لا واحد ما تعتقل، وتا واحد ما تخاد فيه شي اجراء، وتا حنا الشكايه ديالنا بحال تكب عليها الماء. انا اللي هو غريب في الامر، ملي نرجعوا للموضوع ديالنا، ملي انا صدقت الاخبار
بانه الجامعه كتهز الدراهم. ديت العون صور داك الشيء، مشى هما للماتريال، قال لي صافي، يقول لي نمشي بحالتي نمشي بحالتي، مشى بحالته. ملي مشى بحالته داز واحد يومين ولا ثلاثة ايام، رجع الماتريال كيخدم تما. سقنا الخبر ثاني، مشيت قلت ليه، كندوي مع الشاف، قلت ليه صاحبي مالك على هذا الشيء، واش انت شكون اللي قال لك جي هنا؟ قال لك اسيدي راه قالوا لينا السلطه، رئيس الجامعه قال لك رجع، واللي حبسك نصيفطو للحبس. فعلا بعد دقائق جا القي، تبعوا رئيس الدائره، تبعوا الشيخ والمقدم. شكون هما هذوك اللي جاوا؟ انا راه حيت ما كنعرفهمش، اعضاء شي اعضاء من الجماعه. المهم واحد الجوقه تقريبا واحد 15 طوموبيل اللي وقفات. القايد هو الاخر ما جاش في الاول، متفقين معاه كيقولوا ليه جي معاك الجدرميه، حيت الجدرميه في جمعه فضالات، والمحل الفيرما فين كاينين حنا وفين كاينه الحفره في الطريق الكار، يعني كاينه واحد نص ساعه ديال الطريق باش يوصلوا عندنا. فعلا بقاو كيلاهيو فيا بالهضره، كيقول لي انت ما عندك الصفه تحبس هاد الناس وتقطع الطريق، ولا باغيين يدير ليا تهمه ديال قطع الطريق، وشكون انت واش كتجي لهذا وما خصوش يدير لك وكاله. قلت لي هذا موضوع اخر، حنا هاد السيد انا كابر معاه وما نتخلاش عليه، وبعد ما اصطدمنا وبدينا هاد الصراع معاه انا رانا ما نتخلاش عليه، انا راه دافع عود في عود الوالد ديالي، ما نتخلاش عليه في السراء والضراء. الا كنتو غادي ديروا شي حاجه انا رانا معاه هنايا. كنت ناقش مع رئيس الدائره في هذا الموضوع، كيقول لي بصيفتك انت شكون، حنا رجال القانون هادي الى اخره. حتى جاي القيد وقف بالدرك الملكي، جا مع هاد الجدان الجديد وواحد الدركيين ولا ثلاثه، المهم وقفوا قال لك كيتصنتوا. فعلا ما قالوا والو، كيتصنتوا الهضره اللي دارت. قال لي حبستي الطريق ودرتي وجريتي على الماتريك؟ قلت له انا ما حبستش، ولكن سولته الا عنده شي ترخيص يخدم، مادام ما عندوش ترخيص علاش كيهز هاد التراب من هاد الارض هادي وديال مولاه؟ وهاد الارض راه موضوع النزاع. قالك ارض ديال الدوله، قلنا لهم ايه راه ارض ديال الدوله، لكن هي راه موضوع نزاع، وعند السيد الكره ديالها وعنده استغلال مده من سنين، ووريتهم الوثائق، لكن هذاك الشيء لعبه بيناتهم. علاش لعبه بيناتهم؟ لانهم مورطين، هاد رئيس الدائره مورط في التزوير، والقايد مورط في التزوير، والعامل مورط في التزوير. انا غادي نوريكم علاش مورطين في التزوير، ومضمين اللي سمعت انا عكاشه هو اللي دخل الحاج ابراهيم، هو اللي كيدخل ليه عاد العامل، هو اللي كيدخل ليه في السراء والضراء مع عم هذا. انا غادي نوريكم الدليل علاش. كملوا معايا الهضره. المهم ما كم القايد سمعته، قال صاحبه، قال لي غندير لي اهنت موظف، ولا عندي انتحال صفه، ماشي اهنت موظف، قال لي غندير لي انتحال صفه والله تندير لي. ولا قلت لي راه ما عندك ما دير ليا، اش بغيتي دير ليا؟ راه الناس كلهم راهم يشهدوا عليك، وحنا عندنا الناس ديالنا، حيت جاو الناس اللي معايا انا اللي من الدوار وداكشي واقفين، وبقى كيتحلف عليا وداكشي. المهم بغاو يرهبوني انايا، انا ما ملي سالينا الهضره قال لي يلا غادي تمشي معنا للجامعه ونكملوا الهضره. قلت لهم ما نمشيش معكم للجامعه، مادام كاين الدرك الملكي نمشيو لا بريغاد. قال لي لا جداليه، راه نتوما راكم موضوع مذكره بحث عندنا. قلت لي بناء على اش؟ قال لي بناء على شكايه كان دارها الحاج ابراهيم عم هذا ضدنا حنا. قلت لي مرحبا مشي معاه. مشينا، وضعونا في حراسه نظريه، اعتقلونا انا وسعيد، اعتقلونا بعد ما انا داير الشكايه ديالي وعندي سيرتيفيكات ديالي وداير شكايه للوكيل العام. هاي ها الشكايه اللي داير الوكيل العام، الشكاية اللي داير عمو، ودير شكاية عند هاد الوكيل. هاد الوكيل اللي هو عامر محمد داير عنده انا الشكاية ديالي، تا واضعة عنده
بعد ما كان رفضها المحامي ديالنا اللي هو هذا يوسف عزيز وفيها السيرتيفيكات ديالنا وضعنا تحت الحراسة النظرية. يعني انتم مقدمين الشكايات قبل من عام هذا؟ لا واقيلا في نفس التاريخ. في نفس التاريخ يعني هذيك لابيريود التاريخ فاش هجموا عليكم كان عيد، لان انا مشيت عند المحامي قال لي جيب السيرتيفيكات، جيت السيرتيفيكات مع كنا طايحين هما زربوا الامر ديالهم حيت صحاح ها هو كينقز، ها هو هذا كينقز الحائط حيت هذا هجوم هجموا علينا من بعد. ايه فهاد النهار تقدمت الشكايه؟ نعم فهاد النهار تقدمت الشكايه ديال العم ولا قبل؟ فهاد النهار تقدمت لا قبل 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 بواحد السيمانه يعني. وهذا راه واخد سيرتيفيكات ديال شهر، هذا راه واخد سيرتيفيكات ديال شهر هذا، وجاي هاجم ثاني وهاجم بامر من وكيل الملك بامر من والجدار مي حداهم، وعندنا فيديو مسجل عليهم، انا عندي وثائق وفيديوهات مسجلين على هاد الناس وعلى هاد الهجوم. وهاد الهجوم بعد ما درت شكايه للوكيل العام، هو اللي الوكيل العام الله يجزيه بخير هو اللي ربما دار شي تدخلات باش بردت القضيه شويه. درتيها للمطار؟ درتها للوكيل العام المطار. المطار وهي في طور البحث هاد الشكايه ديال الوكيل العام باقي ما دليتش ليه بهاد الوثائق ديال الزور. انا غادي ندخل ليه الوثائق ديال الزور دابا، هاد الفيديو درته قبل ما ندلي الوثائق للوكيل العام، باقي ما كملتش ليه، انا ما فراسوش هاد الزور اللي تحت عليه دابا. كان هذاك الاعتقال هاد التقديم وهاد الاعتقال خير ليا انا وسعيد، لان كنت كنبحث على هاد الحاج ابراهيم اش عنده، اش من وثائق عنده باش كيدعي هاد المحل ديالو. كيدعي المحل ديالو الارض ديالو، كيدعي بالمحل ديالو شاريها من عند حمو حسن، باغي ياخذ 175 قطار كامله، باغي ياخذ 175 وكيكذب على الوكيل ودالي بوثائق مزوره الوكيل وما قراهاش الوكيل. وحنا مع راه الاعتقال غنقول انا الوكيل راه ليا الوراق نبحثهم، رخص الوكيل اللي يبحث الوراق ماشي انا اللي يبحث الوراق. اذا الشكايه اللي مقدمها هذا عمو ماشي في اطار هاد الضرب والجرح والهجوم، في اطار الارض لا الشكايه اللي مقدمها كيقولوا حنا ضربنا ليه دوك العصابه اللي جاوا دخلوا اللي جاوا هجموا على دابا هما جايين هاجمين بغاو يردونا حنا غرباء، وهاد السيد عنده وثائق ديالو، ها الوثائق ديالو عنده مشروات صحاح، ها المشرى ديالو ديال الارض وراها للناس في الكاميرا هنا، ها المشرى ديالو ها كيتا واحد شويه مزيان بحال هكذاك. هذا دليل كيثبت على ان سعيد الدبي القدميري هو مالك الارض الاصلي، مالك الارض الاصلي ها المشرى. اذا دابا هذا عمو بغى ياخذ الارض ومعاوناه السلطات الاخ الكريم ياك؟ نعم بغينا هذا باش عاوناتو السلطات. ورينا سالني انا كنسال خويا، بغينا ما يثبت تورط هاد السلطات في هاد الزور وفي هاد جميع المشاكل اللي قائمه بخصوص هاد الارض هذه. بناء كيقول كيدعي هاد عم هاد السيد بعدا في التقديم متناقض، حيت انا مشيت وسولتو شحال من مره كيهددني هو ولدو، كيقول لي غتمشي الا غنديرو الكتومه غنصيفطوك للحبس. هذا الدوار كيقول لهم انا ما نخسر عليكم عاج كاميو هاد العسكر يديكم العكاشه، عم هاد السيد اللي هو ترامع البلاد. بعد ما جا جينا وضربونا وعنفونا مشاو داروا سيرتيفيكات، وملي مشاو عند الوكيل كيصيفط معاهم الجدرميه وكيهجموا، ها الصوره باش كيهجموا وكيهدونا ودارنا روشيرشي. وملي جات كيهزو في التراب، جات الجماعه كتهز في التراب، جينا حنا باش غنستفسروهم. بعد ما جينا الخبير بواحد يومين ولا ثلاثه عاود جينا قلنا لهم نتوما مبغيتوش تمشيو ما واش وراكم شي ورقه ولا هذه، جا القاي جا رئيس الدائره جاوا الاعضاء جا الخليفه جا كلهم جاوا السلطه الجماعه كلها الجماعه كامله، والقايد جايب معاه في الاخر هو الاخر جا مع جدار حتى قالوا لي اه ما راه كاينين. لكن هاد الشكايه اللي هو داير هذا الحاج ابراهيم دايرها غير بالضرب والجرح. مليت كنقولوا ليه ودي هاد السيد هاد المحل اللي هو كيدعي كيقول يدلينا بشي وثائق، هادشي في التقديم دلالينا بواحد العقد غير مكمول
ما خدوش بعين الاعتبار الوكيل. ها هو ديالو هو هذا ديال حمو حسن هو هذا العقد اللي دلا به بغيت تثبت به انه صاحب هذا المنزل. نعم انا جايك يلا قولي باش ما تفوتنيش المعلومه حيت المعلومه معقده شويه خصها دماغ باش يفهمها. تفضل انا غنوريك باش غتفهمها. تفضل دابا هذا عقد شراء غير مكمول كيذكر فيه هنا جينا نقراوه انا نصحابو عقد اللي جيت نقراه كنلقاه هو في التاريخ ديال 72 ها هو 30 و 72. هذا عقد كيقول الشراء 30 و 72 لكن العقد ما غير مكمول. هذا رانا كنترجم فيه راه حاطو على الترجمه وغندلي به الوكيل العام. هذا هو اللي كيدعي به بانه راه شاري الحقوق ديال ولا الورثات حمو حسن بهذا العقد. ودلا بهذا كيقول بان راه شرى راه تا هو ديال الشراء. لكن ملي انا حتى خرجت ملي طلقوني رجعت صورت الوثائق كامله عاد باش خديت هذا باش دلا هو دليل بهذا العقد. هذا كيقول ديال الشراء ملي جيت نقراه كنلقاه ديال الكرا. ولكن الغريب في الامر تا هو نفس التاريخ 30 اوت 1972 ودالي به على اساس راه شراء هو غير عقد كلا. ها هو ديال شي نوطير كيقول استاذ حمو موريس حمو في الرباط شرا به حمو حسن هو عقد كلا هو كيقول شراء. ما عندنا غرض كنرجعو كيقول لك انا الدوله فوتت ليا. قلنا لي باش فوتت لك هاد الدوله؟ قال لك ها باش ورانا هاد اللجنه الاقليميه. هاد اللجنه الاقليميه انعقدت ب 13/4/2015. ها الدور فين كاين؟ انعقدت هاد اللجنه نهار 13/4/2015 بمقر عمالة إقليم بن سليمان ياك. ترأس مصطفى مديحي رئيس الدائرة بن سليمان بصفته رئيسا ونائب العام. بوشتا بن عليلو قسم الشؤون القروية بعمالة بن سليمان. حافظ بورباح مندوب الأملاك الدولة بالمحمدية. هاد حافظ هو بقول العجنة كاملة هو معهم من القديم. المهم انعقدت وقد حضر هذا الاجتماع كذلك السيد محمد دبي القضميري. هذا محمد دبي القضميري اللي هو هذا ها هو غادي من بعد نوريكم بسبب هذه الصوره. هو هذا اللي كيدعي بانه راه جنرال وراه مع النائب الاول قسم الدراسات والمستندات. هو هذا ودلينا به في الاول في الصور اللي كان قال للناس غادي نخسر عليكم مش كاملوا العسكر نديكم العكاشة. ها هو ومع من هنا بارك مع موظف الاملاك المخزنيه نهار الاعتقال ديالنا حنا وجايب موظف من الاملاك المخزنيه باش يدير به سعيد شكايه ديال الهجوم ديال ترامي دخلت ليها ودار شكايه في نفس النهار ديال الاعتقال ديالو ديال التقديم اللي تقدم لعند الوكيل دار شكايه والوكيل عطى امر ديال الرتور باش يردنا تعميق البحث بناء على شكايه اللي جا دارها هذا الموظف. وهنا راه بارك هو في نفس النهار مع الموظف حنا راه في الحبس ديك الساعه وبارك كينيغوسي مع الموظف ديال الدولة ديال الأملاك المخزنية اللي في المحمدية. ها هو سميتو هشام وقيلة. ها هو ها الصورة ديالو هنا واضحة. ها هو معاه هذه صورة أخرى ملتقطة ليه. هو هذا السيد الموظف في الأملاك المخزنية وهذا ولد هذا هو محمد دبي القضميري رئيس العصابة. هو هذا
انا غادي نقول لك ملي عيطوا لي في التليفون قال لي السيد اللي مع الاملاك المخزنيه راه بارك مع السيد في القهوه. قلت لهم صنتوا لي شوفوا واش كيقولوا خذوا معلومات. جاو داروا بهم كل واحد برك في جهه. هذا راه سمعهم كيقول لي كمل لي الفلوس راه معايا المدير ومعايا جوج موظفين اخرين درنا جوج المليون عطيني يا سيدي دابا كمل لي الفلوس وحسب لي الفلوس وهذا كيتصنت ليهم ها هو بارك حداهم ومستعد يشيد فيهم. هذا امر خطير. ها هو ونفس النهار اللي تعتقلنا فيه داروا بينا الشكايه وكانت سالني هذا الموظف شحال من عام وهاد الجماعه كتهز التراب من تما كيخونوا التراب كيبيعوا ويشريوا فيه. ومشيت قبل كان بغي نشكي عند الاملاك المخزنيه كيقول لك دابا نخرجوا ما كيخرجوش. ومشاو الناس ديال القبيله ومشى عضو في الجماعه ومشاو واحد السيد شعيب نبيه اللي كان في البرلمان دار شكايه من البرلمان الاملاك المخزنيه ومع عمر الاملاك المخزنيه تتار تا حر تا ساكن ما حركتش الساكن وقاعوا هذا قاعد اجتهاد في الاملاك المخزنيه دير في نص النهار وتجي دير بهذا الشكايه في نص النهار راه باين واضح هادشي. ها هو بارك معاه ها الصوره ديالو باينه مزيان بارك معاه محمد دبي القدميري اللي غادي نكملوا عليه الهضره هنا. كمل كمل. هاد محمد دبي القدميري حاضر لهاد اللجنه حضر ليها نهار 13/4/2015 بالنيابة على أبيه بالنيابة على عن إبراهيم الدبي القدميري وبالنيابة عن عبد الغني الدبي القدميري خو هذا دخل معاه خو هذا علاش باش يثبت استغلال واخ هذاك النهار اللي هو كينوب على عبد الغني الدبي القدميري. عبد الغني الدبي القدميري راه ميت 23 جونفي 2015. على من غادي ينوب؟ غادي ينوب على الميت. هاد السيد راه ميت بثلاث شهور وحضر هاد برا هاد محمد دبي القدميري لان كيقولوا يدو طويله وكيصلي ورا سيدنا على حساب ما كنسمعوا الدعايات اللي كيطلق نصاب كبير هذا وكيقول راه يدو بالغه وطويله وراه اي حاجه بغاها يوصل ليها ويفوتها ليه. وفعلا انا تبين ليا بان هاد الناس تواطؤوا معاه بزاف مشاو معاه شكاره وحده. ها هو كينوب عليه هو ميت. جاو لهنا الجدول هما كاع سناو ليه في اللجنه الاقليميه والجدول نفسه كيشهد عليهم. هذا نفسه كيشهد عليهم بان عبد الغني راه ميت. جاو لهنا داروا ابراهيم المستغل اسم المستغل داروه مستغل داروا عم هذا مستغل اللي هو بوات هذا خينا بوات هذا الموظف اللي في وزاره الخارجيه داروه مستغل عباد الله. هذا ما عمره حط رجلو ولو دقيقه في هذيك الفيرما الا عرف على الناس اللي هما ديال الدوار شكون هو واحد بواحد يقطع لي راسي انا الا عرف عايجي ليها من اللور يدخل الفيرما من اللور يقطع لي راسي انا ما حافظش ما عارفش حتى الفيرما فين جات سي جايين عم قودينو مقودو هذا الموظف اللي في وزاره الخارجيه وعنده نفوذ اللي كي يخدم معاهم برشوه. وها انتم ما كتبين لكم الصوره نهار الاعتقال ديالنا بارك هو في القهوه وهاد السيد هاهو اللي تصنت ليهم وكيتذاكروا على الفلوس وحسب ليه الفلوس حداه وما داو ما جاو. هذا راه بارك هنا والاخر بارك هاد جي والاخر بارك يعني كل شيء واضح داروه مستغل هنا في هاد الطابلو. عم هذا هو المستغل داروه اسمع داروه مستغل وذكروا خو هذا على اساس دخلوا في المشرى. انا غادي نطرق لكم المشرى ديال الزور ديال المشرى المشرى بعدا هذاك المشرى اللي كيقولوا تنكمل هذه باش ما ندوش. كمل كمل. داروا عم هذا هو المستغل في الطابلو ومستغل من 65 عباد الله
راه ما عمرو حط رجلو في الفيرما. انا غنوريكم باش عندي وثائق. داروا مستغل من 65 ودخلوا خو هذا بالنيابه عليه هنا وشويه في الطابلو شاهد على نفس المحضر كيقولوا ورثة عبد الغني الدبي القضميري المشترون من الباطن. اولا الناس عندو مع بروتوكول داكور، ها هو كيشد عليه الشاري بروتوكول داكور، راه ماشي مشرى بعدا. الا كانوا شاريين عند هاد حمو حسن اللي كيدعي هما، راه بروتوكول داكور ما خصهمش بعدا يصادقوا ليهم كاع على اللجنه اللي خدم. هادي نقطه اخرى ثاني نزيدوها فوق، زيد الخلف فوق الخميره ياك. وداروا ابراهيم دبي القدميري مستغل من 65. ها مزيان، داروا مستغل من 65. داز شهر كان كيتضارب هذا المخلويط الكبير اللي هو محمد دبي القدميري، كيتضارب مع مرت هذا مرت عبد الغني مرت خو هذا على الوكاله. كيقول لي اعطيني الوكاله باش نقاد ليك وندير ليك، هي ما تيقاش فيه، عارفاه مزور ومخرق، باش تعطي الوكاله. الوكاله ديال راجلها، ديال الراجل ديالها، ديال الورثه. الراجل مات. ما عطاتوش الوكاله. المحضر بالفرنسيه كنقلب عليه اخويا سعيد، حيت دار محضر اخر. عزقا عزقا ما كاينش هنا، عزقا انا غنجبدو. دار محضر اخر ديال اللجنه الاقليميه الثاني كيتراسو القايد، ها هو. هذا من ورا هذا بشهر، هذا الدار في 13/4/2015 وخربقوه ملي عرفوا راسهم تخربق ليهم، وجاو هنا داروا الاستغلال وداروا المشترون المستغل هو ابراهيم دبي القدميري. قالوا زقاو ضاعت لهم في الخوا على حساب التعليمات ديال السي الموظف اللي هو جينيرال، كيقول لهم حيدوا لي كاع الورثه ديال دبي القدميري، حيدوه من هذا المحضر الثاني من وراه بشهر. 14 ماي 2015 دار محضر اخر ديال اللجنه الاقليميه، ماشي مشكل. جاو لهنا، هادشي راه كله عاد الترجمة باش يوضح مزيان. جاو لهنا شهدوا على روسهم مزيان في بيت القاصيد، اش كيقولوا؟ هاد المستغل هو ابراهيم دبي القدميري بوحدو، ها هو داروا هنا ابراهيم دبي القدميري بوحدو. ولكن هاد اللجنة الثانية كيترأسها القايد، قايد شنفار ياك، شنفار ياك. وجاو لهنا داروا راه كيستغل من 65 تاني، قيدوها هنا اللي دايرين على المستغل. دابا دارو شحال من عام كيستغل. انا بغيت نعرف هاد اللجنه الاقليميه علاش بنات باش دارت هاد السيد مستغل، علاش بدات؟ ما فهمتش، ولكن يدي كنفهم. نرجعوا للوثائق ديال سعيد. سعيد سيدي عندو الكرا ديال بواه من 65، هاهو هاهو. هادي عقد كراء من 65 ومحصي فيه حتى الماتريال اللي في الفيرما، هاد التاريخ ديال أحمد دبي القدميري. احمد ماشي محمد، حيت محمد بات احمد وبات الحاج ابراهيم، الحاج ابراهيم بغى يرد خوه باه. شي زوير فين كاين دابا؟ هذا اخوه، هذا راه احمد ماشي محمد، كريم ال 65 ها. وبعد ما كانوا نزاعات مع حمو حسن جاتو رساله من وزير الداخليه اذن بالشراء، ها هو الروسي ديال الكرا باش كان كيخلص الكرا ديالو. ها
هاد الإلاتة ديال السي سعيد ديال المرحوم فبواه ديال سعيد فبواه الإلاتة ديال المرحوم ها العقد باش شرا هاد التصويرة ديال بواه هنا ديال الباسبور ها العقد شهر 72 لكن جات واحد الرسالة بعد الكرا كان نزاع مع حمو حسن بغي يغوفل على الفيرما ما عنده تا ورقة وعنده وثائق مخربقين ما استطاع شاي نهار النزاع دخل وزير الداخلية اللي هو السيد بن هيمة قال له سير شري هذاك المحل هي مقيدة في الديوان ديال الداخلية وزير الداخلية وفعلا بواه مشى شرا من وراها بشهر شرا من ورا هاد الرسالة شرا في التاريخ 4 ديسمبر 1972 وهذه جات شو تنبير ما عرفتش ما بينش التاريخ شحال ولكن في شو تنبير شو تنبير شهر 9 وهذه جات في ديسمبر يعني بيناتهم 3 شهور 12 هذه ياك ديسمبر هي 12 ديسمبر هي 12 وشو تنبير هي شهر 9 بوات سعيد شرا المحل وكان نزاعات وكان لاطراس بينا كان في المحل هذه دابا اللي هو غريب في الامر هو دازت واحد اللجنه اقليميه نفسها على هاد الفيرما نفسها دازت في 1990 وحصات شكون اللي موجود في المحل لقاو بواه وسعيد لقاو بواه وسعيد ها هو لقاو سعيد وبواه ها هو ها المحضر ديال اللجنه نفسها ولكن كانت عمالة السطات هي اللي كتحكم ماشي عمالة بنت سليمان ها هي محضر اللجنه نفسها وكيحصيو شكون اللي كاين في الفيرما وحاصين شحال كاين ديال 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 ها هي مكتوبه هنا السطات وحاصين شكون شحال ديال الارض فيها هي نيميرو دو تيتر ها الارض شحال 175 هكتار بالطابلو كلشي نفس اللجنه ومصادقه عليها نفس الجهات ودايز هذا المحضر قديم في 1990 وكيقولوا هنا في الاخر بان راه كاين المشرى ديال بوات سعيد ها هو ملاحظه ديالهم ومسينين عليها كاملين ومنين خرج لينا هذا عمو راشي بالزور انا غنوريك جا دار محضر اخر اللي بغى يقتل به هذا دار محضر اخر بناء على اش على مشراوات مشراوات صادر في حقهم حكم نهائي راجع منك بالافراغ بيرا ها هو اللي هو هو هذا انا نقصت لي المعلومات ها لا غادي تكمل المعلومات حكم نهائي ضد حمو حسن ها بين السيد حمو حسن محزون السيده يمنى سعيد وعبد الحق الشرايبي هذا حكم نهائي اش كيقول حكم على الولاده بعد ما مات بوات هذا ما ملك شايف قات الامور عم خزونه عدو في الكوفر جا خوه تا هو كان مستولي لي على الوراق وكانوا عنده مشاكل حتى في الوراق حكمت المحكمه الاستئناف شكلا المهم بعدم قبول ادخال الغير والمقال المضاد وابقاء السائر على رافعيهما موضوعا برد استئناف السادق السيد محزون حسن ومن معه وابقاء السائر عليه حكم نهائي قاطع دابا هاد الحاج ابراهيم هادو عندهم حكم نهائي ضدهم يعني ما شاري والو وكانوا كيدليو بعقود كيقولوا وعد بالبيع وعد بالبيع ماشي هو البيع ما عندهمش بيع انا ها العقود اللي عندهم عندهم كرا 30 اوت 72 ما فهمتش كرا 30 اوت 72 وشرا 30 اوت 72 في نفس النهار هذا كرا وشرا انا ما فهمتش وديري لي هاد اللجنة الإقليمية بتسوية الوضعية لأن هاد حمو حسن في حياته كان حتى بالطلب كان وازن لأنه كان كونونيل قبلوا لي الطلب ديال تسوية الوضعية بعد ما يدلي بالوثائق لكن ما دلاش بالوثائق بقات قضية وحلة جابوه دار تسوية الوضعية ها هما قابلوا ليه وديري لي بأن راه شاري بوات سعيد وهو المستغل الوحيد من 65 لان عدو الكرة وعنده الصيفة ديالو في هذا العقار هو الحيازة عنده الحيازة شاد العقار هو اللي كيحرته ودير فيه البقر انا غنوريك هو هز عليه قرض فلاحي ها هو ها
هو باش دخل بوست ديال الضو ديال بوتساعي، هو باش كان كيخلص الضريبه، ها باش كان هز القرض الفلاحي على الفيرما نفسها. قال لك واحد السيد قال لك هذا الشيء، قال لك هذا الشيء كيسطي كينقص من الصحه. دابا باذن الله هذا الشيء، وها شهاده اداريه خارجه من القياده كتشهد بان سعيد كيزاول مهنه الفلاحه في نفس الفيرما. فاليوم جات السلطه كتقولها عن هذا اللي بعمرو حط رجلو في الفيرما تا دقيقه بان راه كيستغل من 65 وحائز المحل من 65، وهو ما يعرفش الطريق تملين يدوز ليها من اللور. لا عرفها انا يقطعوا لي راس، لا عرف على الجيران ديالو يقطع لي راس. هادشي ظلم كبير وتواطؤ بين السلطه مع بعضياتها، لان عارفوا روسهم داروا لي هاد اللجنه هاد المحضر باش يسوي به الوضعيه، ولكن باذن الله راه ما غاديش يوصل لينا. راسلنا وزاره الماليه وراسلت الدومين، ها هما عندي رسائل وباش نضيف لك باش تعرف السلطه متواطئه. اي رساله ارسلتها القيد قياده فضلات كترجع هاي راجع ما كيشداش مني، ها باش تعرف التواطؤ. ديتها لي بيدي ما شداش، وملي رسلتها لي ما شداش ورجعت. هذه ديال رئيس جامعه موالي الواد اللي هو حسان عكاشه، حتى هو متفقين نفس الاتفاقيه ما شدوهاش. هذه الى السيد الباشا باشاوي تقليم بن سليمان، كانت كان صحابه باشاويه ولكن هو رئيس الدائره، نقولوا جات غالطه. هذه ملي رد عليا القيد، هذيك راه الاخرانيه اللي رد. انا صيفط لي رساله قبل منها اللي هي باقي الجوم ما محلولش، انا غنحلو دابا. اللي ما بغاوش يتصنتوا لكم السي رشيد، نعم ما بغاوش يسمعوا منكم، ما عارفين رسوم اش دايرين، حنا ما كناش فاهمين. هذه الاولى اللي صيفط لي في امانه، صيفط لي في امانه هذا تصوير الجوا، صيفط لي هذه الشكايه بان السيد راه بغى يحاول يحرق الفيرما وحبسناه، وهما قالوا لي سير دي واحد اربعه ولا خمسه يكونوا صحاح ودخلهم للفيرما صح، ولا جاو دير لهم الباطل، ودايرين يدهم مع الوكيل، ودايرين يدهم مع الجدرمية، ودايرين يدهم مع كلشي. حنا رحمانا منهم الله تعالى، وهذاك الدوار اللي كاينين تما السكان ديال القبيلة، وحتى السكان ديال القبيلة بغاو يردوهم عصابة، لأن سعيد مدة من سنين كيعطيهم يحرتو ليه ويدير معاهم الغنم، بعد ما كتكثر الغنم كيجيبوها ليه يبيعها وكيعطيهم. من العام للعام كيفرق هو وياهم، كيعطيهم مثلا 15 مليون 10 مليون من العام للعام، ودار لهم منح استغلال ملي ناض الصداع وشاف التوجه ديال هذاك لاجودان الصالحي ليهم، كيقول لهم نتوما اللي جيتو هجمتو على هنايا وضربتو الخدامه ديال الحاج ابراهيم، سماهم بالخدامه هما عصابه جاو ويستوطنوا تما. وهذه ديال القايد ردها ليا الوقت اللي ردها ليا، عاود درتها في جوا وعاود صيف التالي هي هادي هاهي بالوثائق ديالها بكلشي ليها هي باقي كلشي وبهذا المحضر ديال اللجنة الإقليمية الأول وما كيشدهاش. وعاود ملي رجعت لعندنا درتها في البريد المضمون اللي هو هذا تاني، درتها في هاد الجوا هو، ودرت ليها بحال هكا وصورت الجوا ديال الأمانة الأول ودرت ليها هكا وصيف التالي تاني، وفي نفس الوقت تاني ردها، هذا راه بريد مضمون وردها. ما باغيش يتسلم ولا يتبلغ شي حاجة ولا يقرا شي حاجة. قول لي السي رشيد، هذاك اللي قال لي عكاشة هي اللي كاينة، قول لي السي لا القايد لا رئيس الدائرة لا، بقات عندنا عشرات الدليل على هذا. الدليل على هذا هو ملي كان معتقل رشيد بوطلان اعتقلوه على الدرك، وقلناها في الفيديو الأول، خرج هذاك لجودان الصالحي وقال لي انا خلي هاد الخدامه ديال سعيد هنا وانا غنخليك سير طلب حسن عكاشه هو يدوي مع الوكيل راه عنده معاه. وكاين الشهود هاد رشيد بوطلان راه حاضر، راه حاضر ناظر، لا بغيناه يجي يشهد راه يجي.
لانه حتى هو تهان وتعرض تاع السوفات. وهاد الفيرما اللي هي موضوع هذا النزاع درنا ليها دعوه ديال الاستحقاق. حنا درنا دعوه ديالنا ديال الاستحقاق وراه غاديه شاده طريقها في المحكمه. ها هي اللي هي هي هذه دايرين الدعوه ديالنا وعندنا امورنا قانونيه مركزه وقانونيه. ما عرفتش هاد الناس ولاو باغيين يدخلوا هاد الحاج ابراهيم دبي القدميري باي وسيله وباي طريقه. رشيد عندنا 51 دقيقه. نعم باقي غنعطيك في الوقت القانوني 4 دقائق. وهادو محاضر ديال الدرك باش كانوا اعتقلونا. هادو محاضر ديال الدرك. نعم ما جاوبتينيش على سؤال. هذا تفضلات قول لي السؤال اللي بغيتك تجاوبني على العنوان اللي حطينا في العنوان اللي حطينا لهذا الموضوع بان هناك مسؤولين كيتحداو قرارات سيدنا الله ينصرو. راه شنا تزوير شنا العديد من الامور. يعني ختم ليا شنو بغيتي توصل. انا بغيت هاد الناس بغينا حقنا بغينا المحل ديالنا. بغيت هاد سعيد ياخذ الحق ديالو ويبعدوا منو هاد الناس. تهمينو بالترامي والاخر اللي مترامي. وريتكم الوثائق باش الترامة باش باغي الترامة هو ما عمرو حط رجلو حتى دقيقه في هذيك الفيرما وباغيين يثبتوا ليه الحيازه ديالو. هو ما عمرو كان في هذيك الفيرما. وراح عندنا تقديم عندنا الجلسه هاد الشهر دابا نقول لك التاريخ ديالها واش ثلاثة اليوم شحال في الشهر اليوم 24 يعني نقول 25 ثلاثة أربعة واقيلا الجلسة إما أربعة ثلاثة إما ثلاثة أربعة. ماشي مشكلة أخي الكريم. يعني هاد العم ديالو كيف ما عندنا الجلسة وغندليو هاد الوثائق وغنوضحوهم في الجلسة. وسمعت أنا حيت ما عرفتش من المحامي سمعت واحد الموظف كان قرا مني قال لي ودي راه دايرين لك دايرين لكم ترامي والضرب والجرح وهادي والتخربيق والسرقة سارقة ما عرفناش أنا هاد السيد في محلو شنو سرق. ما عرفتش يعني عموك مواطئة مع السلطة. مواطئة مع السلطة والدليل على هذا هو موظف ديال الأملاك المخزنية مع ود الحاج إبراهيم. ها هو في المقهى نهار التقديم ديالنا دار هو شكاية للأملاك المخزنية. الأملاك المخزنية جات دارت شكاية بسعيد في نص النهار وجايبهم هو معاهم الدليل على هذا وبارك معاهم في قهوة. وكيسمعهم هاد السيد كيقول لي كمل لي الفلوس المليون. كمل لي جوج المليون راه معايا المدير ومعايا جوج موظفين. قول لي يا رشيد رؤوف لمن غنحملوا المسؤولية في هاد الشيء كامل؟ السلطة كاملة للعامل والرئيس الدائرة اللي مسيرني في هاد المحاضر. والدليل على هذا نسيت لك النقطة المهمة هو ذاك الموظف فوزي الله يجازيه بخير اللي في المحافظة اللي كان هاد الملف ديال تسوية الوضعية تدرج عنده في المحافظة باش يدخل ليهم الحاج إبراهيم التيتر ويتنهى هاد الملف. وهو اللي رد ليهم هاد الملف قال لهم السيد ما عندوش عقود ديال المشروعات صحاح باش ندخلوها للمحافظة سيروا بحالكم. وهاد دوه باش يحيدوه من الخدمة قال لهم حيدوني من بلاصتي أنا وجيبوا واحد أخر يسيني في بلاصتي انا راه ما ندخلوش ليكم المحافظه. والان على حسب التصريحات ديالو اللي قال لي والان باقي ما دخلوش يعني ما دخلوش لا باقي ما دخلش المحافظه واللجنه راه راسلنا وزاره الماليه. ها هما باش راسلنا وزاره الماليه راسلنا الدومين راسلنا وزاره الداخليه الحكومه كلشي راسلنا. وكان كنطلب سيدنا يعطي الامر ديالو باش ياخذ السيد حقه الله يخليه لينا والله يخليه لهاد الامه المغربيه. من نهار هجموا عليكم عاودوا هجموا عليكم شي مره اخرى عاودوا هجموا علينا. ها هي نهار هجموا علينا دابا هذه هي باينه هذا الهجوم باين وعندكم نهار هجموا علينا مشينا بداو يضربوا فينا. ها هي فاش داتنا لافيلانس من وراء هاد مشاو صوبوا السيرتيفيكات ديال 30 يوم وداروا بينا الشكايه. حنا بالليل حنا مشينا مضروبين درنا شكايه ما عرفت على شي 4 ايام ولا 5 ايام يعني كان العيد وداك الشيء وحنا مضروبين مكرفسين درنا الشكايه ديالنا ودرنا السيرتيفيكات ديالنا في نفس النهار. ها هما هادو راه في نفس النهار السيرتيفيكات ديالنا اللي هما بريئين من الزور والشبهه. قول لي هاد السيد كيدردك وعاطينو 30 يوم انا ما فهمتش. ها هو في الصوره كينقض الحيط
وراه هاد السيمانه كينقص الحال. هو هذا اللي ضبطتي في المدينه ياك؟ هو اللي كان كيدور في المدينه وصورته، ولكن الصوره ما بيناش هي عندي. اسمع رشيد، نعم من ورا هذا الهجوم على هذا المسكن، من ورا هذا الهجوم هذا الشيء، وفاش خديت الفيديو وخديت التصاور، نعم. واش توثق شي هجوم اخر ولا ما كاينش شي هجوم اخر؟ هو هذا، هو هذا، هذا هو الاخر. صافي فهمتك. دابا دابا رشيد، من ورا الهجوم هذا اللي صورنا، كان الاعتقال ديالكم؟ كانوا بعد الهجومات، كانوا بعد الهجومات كانوا هجموا، ولكن ما صورتش لان انا كانوا دايرين روشيرشي، سمعت بين روشيرشي، بقيت كديت نطلع تما، بقى على الدوار ما كاينش اللي صور، ما كاينش اللي غادي يضبط لي شي حاجه. اللي علاش حاقرين على هذا الراجل؟ علاش هاد الناس؟ افرض انت ما كاينش، انت ما غتدويش، ما غايديو لي ديالو، لان على ما كان راه حد رشيد غادي يديو لي ديالو. شوف السي سعيد مزيان ملي داير ليه الوكاله، بكل صراحه ثقه ثقه ابار، ثقه ابار. كلشي انت نسيتي الشكايات، شكيت المدير الديوان الملكي، ها هو صيفط واحد الشكايه، ولكن ما دليتش فيها بالزور، ان الزور هنا واضح ما كانوش عندي هاد الوثائق. هي وثمانية ديال والرئيس الحكومة، وزير المالية، وزير الفلاحة، العامل، وزير الداخلية، مدير العام الأملاك المخزنية، والمدير مديرية الأملاك المخزنية في الدار البيضاء. سمعتك وسمعوك المشاهدين الكرام، وواحد الاخ قال لك راه كيتضامن معاكم، قال لك من هذا المنبر، قال لك راه على حساب هذا الكلام اللي كتقول، قال لك راه هادو كاملين اللي متواطئين في هذا الملف، راه تا كلام الملك ضربوه في زيرو، ضربوه عرض الحائط. اه ملي كيمضي تراما وليكم على ارضكم وكيديروا هاد وفي هاد الهجوم. انا عندي فيديو كيقول لي السيد، كيقول لي باش جاي انت، كيقول لي جاي انا بامر وكيل الملك اللي مدسترم، هو وكيل الملك ديال اقليم بن سليمان. الناس قالوا لك تبع الحق، تبع القانون ديالك، فهمتيني؟ نعم. قال لك راه ما غيدي ما انا معايا الله ومعانا الله. اسمع، معكم الله عز وجل، معنا سيدنا الله ينصر. اسمع استاذ، بغينا يشوف بينا، اسمع استاذ، ولو عب نص شوفه ياخذ هذا السيد حقه وينتهي. دابا اسمع نقولك، اسمع نقولك، واش البلاد غدا عشوائيه رشيد؟ والبلاد راه غدا بقانون. لا اله الا الله. ورشيد استاذ، الوالد ديالي راه واعد، متشرفين متشرفين، واعد هذا هو الاب ديالك، هو اللي عشت معاه حتى مولا ما ندير. ها سعيد دبي القدماري، وزيد زيد شويه هنايا هكاك مزيان، هذا هو الوالد ديالك دوي رشيد، ما نقول لي الوالد ديالي هو هذاك، راه هو هذا، راه باين، راه باين، راه باين. وهذا محضر إفراغ ضد السيد أمحزون اللي شاري من عنده الحاج إبراهيم، محضر إفراغ ضد السيد أمحزون اللي شاري من عنده ووارث الدبي القطميري في 2007. هذا محضر إفراغ الوراثة بعد ما مات، سقط الحق ديالهم في الحيازة وفي الكرة في القانون، لكن سعيد الدبي القطميري شاري ليه بواه، ماشي شاري وكاتب ليه، شاري ليه كتبقى عنده الصفة والحيازة، ما عمرو خرج من المحل ولو دقيقة، دائما في المحل إلى يومنا هذا. والسلطة بغاو لأن عرفوه إيدو قصيرة وما عدو ما يعطي ليهم. أنا اللي سمعت كاين واحد تنتبت واخد 400 مليون، واحد واخد 600 مليون في هذا الملف، وعابش الاخرين كاين اللي واخد، كاين اللي واخد 10، كاين اللي واخد 5، كاين هذا راه ما عنده ما يعطيهم، عنده الله سبحانه وتعالى وسيدنا، وغادي ياخذ حقه وراه في المحل، وغادي يموت في هذاك المحل. هاب شويه وانا معاه، غادي نموت انا معاه. شكرا السي رشيد، راه ما عنده ما يعطيهم ولو درهم. صافي رشيد، انا وصلت الفكره ديالك. رشيد رؤوف كنشكرك من هذا المنبر، سي سعيد دبي القدماري كنشكرك من هذا المنبر، ساعة المقانة مع المشاهدين الكرام، نظرا لتشعب الموضوع، نظرا لأن الموضوع باش يلاه تحاموا فيه، باش تعطيه حقه، تحاموا عليه. دابا الأملاك المخزنية وعمو دار الشكاية باش تعرف عمو كيتحكم في إدارة الأملاك المخزنية. حتى شوف كيجري داير معاه شكايه، هو مصور يتحكم ما يتحكمش، جيب ما يثبت تاخذ حقك.
رشيد. نعم هذا هو الوظائف ديالو. ها هو واش كاين ما كثر من هادشي؟ فهمتك. شوف شوف هذا اللي كيحفر شي حفره يطيح فيها. ها هو الله حصلوا، حنا معتقلين والناس صوروه. ها هو الله حصلوا بلاد حكمه، حنا معتقلين والناس برا صوروا لينا بالقهوه كيخلص فيه يكمل ليه بالفلوس. كيقول لي مدير الاملاك المخزنيه معايا سي حافظ ديالك، حفيظ ولا شنو هو ديال المحمديه، ومعاه جوج الموظفين اخرين. قال لي كمل لي جوج الملايين. رشيد كنشكرك باسم منبر الحياه المغربيه، الرساله وصلت كيف ما سمعتوا المشاهدين الكرام. وهاد العقود ديال المحزون باطلين بهذا الحكم، باطلين. ها وصلت الرساله، هما ورثت دبي القضمير. وصلت الرساله، تجاوزنا الوقت القانوني بدقيقه و20 ثانيه، يعني ساعه ما قالنا بارك علينا. الرساله وصلت، كنتمنى من الجهات المعنيه تلتقط هذه الرساله ديال سعيد الدب القدميري ورؤوف رائي ورؤوف رشيد. ويدنا سيدي، وملي غتلتقط هذه الرسائل ديالكم على ضوءهم غيتفتح تحقيق. ياك استاذي عندك ما يثبت ان كلامك. نعم. على حق. نعم ما قلتيش العيب. نعم اذا هاد الناس هادو رايت زوير او باطل قاموا به او شيء مراوغ. اللي كنت حاور اللي كنت نحتار فيه، واش انا دير شكايه وندير في حراسه النظريه يا عباد الله؟ ها حنا قلنا السيد ملي جاب الناس اللي كانوا معاه جايب لينا ناس دوك سي دوك افريقيين، والوكيل ما جابش الناس اللي بخصم ديالنا، جاب غير محمد مجيد مجيد عمر هو واحد منهم، والاخرين خلاهم على برا باش ما ننتبهوش حنا، وكيوجهوا لنا اتهامات وكيهينوا فينا. ورغم ذلك انا هذاك الوكيل داير به شكايه للوكيل العام، ها هي وعند الوكيل العام، ها هو ضد من؟ ضد عمو دبي القدميري ومجموعه من الاشخاص يمثلون السلطه في هذه المنطقه، والعامل السابق هو وكيل محكمه بن سليمان. داير به انا شكايه، ما خصوش يستمع ليا كاع ولا يقدم. هذا راه كلام خطير يا واعتقلني. هذا كلام خطير، هذا كلام صح. خطير، هذا كلام خطير، وبغى يردني في تعميق البحث لولا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ان الامور غدا في هذا المنحة. دابا سي رشيد انا اللي ننصحك به، اي حاجه فضح رصد الخروقات من برلا مفتوح لك. الله يجازيك خير. نفضحوهم، نفضحوا العامي، نفضحوا الباشا اللي انا هذا الملف كله غنصوره ونجيبه، اللي متورط في الفساد حنا غنفضحوه، ودوك الناس اللي كيفتحوا التحقيقات رجال القانون هما المسؤولين في هذا الشيء. وحنا درنا خبره، نسيت ما طرقتش ليها، ديالنا ها هي عاودنا درنا خبره ديالنا. وسمع سمع 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 اش قال لك، سمع اش قال لك مراد البكوري، قال لك القانون ما كيتعطاش، خاصك تعطي الدليل باش تاخذ حقك. نعم. ولا سكت يمشي حقك. نعم. لا يمكن تاخذ حقك. انا نوريك كل شيء الصيفه، الحامل عنده الصلاحيه باش الناس اللي مستغلين من القديم، جايه رساله من الداخليه باش الناس اللي هما مستغلين من القديم يملكوا الاراضي اللي فيها هما، كيديروا تسويه الوضعيه ولو تكون ما عندهم حتى وثيقه. ياك هاد عم هذا بغاو يدخلوه بلا اي وثيقه، ما ينتبهوش للبحث في الوثائق ويملكوا ليه هاد الفيرما. خاصهم ما يثبت. علاش؟ لان كاينه الماده ما يثبت. الى شاد الشيء غتثبتوا بالوثائق وغتثبتوا بالحجه والدليل. نعم. كل شيء غيدخل العكاشه باذن الله إن شاء تعالى. نطلب الله تعالى وسيدنا صاحب الجلاله. غادي نختموا حنا الطراب ديال سيدنا، غادي نختم دابا. ولكن هاد الناس يديو لنا ديالنا لا. ها العار خلينا نختم رشيد. السلام عليكم. زوار موقعنا كنشكروكم. مواضيع ديال الاراضي راكم ديما كتسمعوها، مواضيع الاراضي راه مواضيع خطيره. هبو سكورة، هبو سليمان، راه في ربوع الوطن وفي ربوع المملكة كاين شي باغي يدير شي أرضو، كاينة مشاكل كبيرة. المهم دب القدميرة ها هو سمعتوها جدا. الشكاية ديال الأملاك المخزنية الله يجزيكم بخير، سمحوا لي. واخا سير. الرقم ديالها ها هي اللي دار هذا الموظف. هذا الموظف دار شكاية في نص النهار، ها رقمها هاي، وراه مشات عند دارك. رقمها هو 404 على 3101 على 2017 الترسلات 6/3/2017، والملف ديال الضرب والجرح اللي كنا متقدمين عليه هو 624 على 2101 على 2017. شكرا السي رشيد على التوضيح. الاخر كيف ما قلت لكم، مشاكل الاراضي في ازدياد مؤخرا، راكم سمعتوا
لا من خلال التصريحات ديال الوزير العادل، لا من الخطاب ديال الملك. هادشي بغيناه يتوضع ليه حد، وبغيناه يتلقى ليه حل. دب القدميري عنده ما يثبت انه ملك اصلي، الاخر زور الاوراق وعنده والحائز من 65 وعنده الشراء باذن من وزير الداخليه، عنده الشراء. احنا في اطار الموضوع، اشنو بغينا؟ بغينا يتفتح واحد التحقيق. نعم، الى السي القدميري كيستحق هاد الارض وعنده ما يثبت نعطيوها ليه، الى القدميري كيستحق السجن غيمشي ليه. نعم ياك السي سعيد، هادشي اللي كاين. والى شي طرف اخر مزور شي ورقه وجاي كيكذب بها على عباد الله، وواحد شاد 400 مليون، وواحد شاد 600 مليون، وشي كيهجم على ارض شي. نعم. وحنا راه ماشي في غابه، حنا راه في دوله، وهاد الدوله كي كنقول ديما نخليو لها هيبتها، نخليو لها قيمتها، ولا عندنا قانون راه كنمشيو به. حنا راه ماشي، وعندي نجيب لك 60 شاهد. شكرا السي رشيد. 60 شاهد ولا 80 شاهد ديال القبيله، الناس الكبار كلشي كيشهدوا بان بوات سعيد اللي كان وسعيد. بارطاجيو الفيديو، بقات شي حاجه الى الحلقه المقبله باذن الله. والسلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.